نجي نحكي على اول جروب اوكي، وهاي الاول جروب راح جروب جروب راح نراجع هاي الرولز اللي حكيناها ونتذكرها وكانه احنا نراجعها كلها، يعني باعتبار راح راجع 5-6 مرات هاي الرولز اللي حكينا عنها. اول شيء الكاليسي فيروسز او اللي يسموها الكاليسي فايريدي كجروب، اول شيء احنا تتذكرون قلنا بي سي ار اتش الوحيد كلها انفلوب باستثناء البي سي ار اتش وهي هاي السي الكاليسي اوكي، فبالتالي هو نيك. اذا هاي احنا نعرفها، قلنا البوزيتيف ستراندد كلها ايكوسيدرال باستثناء اللينير الوحيد كان الكورونا، اذا فهو ايكوسيدرال ما ضفنا شيء مع الجديد نعرفه. هو بوزيتيف سنس ار ان اي فيروس باعتبار احنا قلنا كول اوكي، فبالتالي هاي معلومه ما ضفناها. يبقى شنو الديزيز اللي سال الفيروسز اوف ميديكال امبورتنس؟ تو فيروسز، نوروك فيروس وشي يسموه نورو لايك فيروس، طبعا هذا هم يسموه احيانا نورو فيروس، نوروك ونورو لايك فيروسز. حتى ما تنسوها هذا الاورجانزم شنو اسمه او الجروب كله يسميه كاليسي فايريدي اوكي. هاي الصوره قدامكم منو هذه نفسها، حتى طبعا المحاضره اليوم ما هزله بالتشبيه اوكي، بس هاي منو اللي متابعين جيم اوف ثرونز مثلا، هاي هم اسمها كاليسي مو صحيح، والورا هذه شنو هذا، هذه الشب مو صحيح. هذا الكاليسي فايريدي اللي هي نوروك والنورو لايك فيروسز مسؤول يسوي لك غاسترونترايتس بالشيب كروز، اللي هذول يروحون عاده بالسفن السياحيه وهيك يصير عندهم غاسترونترايتس. الكي وورد مالته انه واحد رايح بشيب اوكي، هاي الكي وورد حتى ما تنسوها. فهو كاليسي فايريدي وقدامكم هاي الصوره، اكو شيب قدامكم حتى ما ننساها اوكي، ما اعتقد بعد واحد ينسى هاي المعلومه. فنرجع، اذا الكاليسي فايريدي اذا ممكن ينقل لك في كورال، ممكن فود ووتر، هاي كلها يعني النقطة الأساسية يسوي لنا acute gastroenteritis، طبعا يقصد بها watery gastroenteritis، nausea vomiting diarrhea، هاي كلها gastroenteritis. بس وين يصير outbreak، وين يصير بكروز ships أوكي، عادة نشوفها بالسفن، ينطيك هذا الكيورد. ما تقدر أنت تختار الكاليسي أو النورواك فيروس بس بدون هاي الفكرة، عندك هواية فيروس يسوي لك gastroenteritis much more common، بس هو اذا راد يسالك عن هذا الشيء راح يعطيك هاي الكيورد. فاعتقد هاي الكاليسي والصوره بعد ما تنسوها اوكي، صار واضح بالنسبه للكل. فبالتالي هذا كله نطلع من عنده بهاي الفكره، النقطه الاساسيه كاليسي فايريدي انه اتذكر هي سوينا غاسترونتيتس بالكروز شيبس اوكي، هاي النقطه الاساسيه. وطبعا عندنا نورو لايك ونورو فيروسز اوكي، هاي النهايه. يبقى التريتمنت كاي غاسترونتيتس هي سبورتيف، اذا البيشنت ديهايدريتد انطيه فلويد فيبرايل انتي انتيبايوتيك وهي التفاصيل اوكي. لحد الان بالنسبه للكاليسي فايريدي واضحه طبا؟ داي كير غاسترونترايتس عاده شو اسمه يقصدون بها، اذا يريد يجيب لك اياها يجيب لك اياها ادينو فيروسز، هذا يركز على داي كير. ومثل ما قلنا ادينو عاده يصير ويا يعني ان شاء الله نجيب هذا، اتذكر هي السؤال نجيب ان شاء الله بالام سي كيوز اوكي دكتور اوكي تمام. ننتقل على الجروب الثاني اللي هذا الجروب كلش مهم طبعا، وبه هواي اورجانزم كلش مهمه اوكي، اللي هي البيكورنا فايريدي. طبعا هاي البيكورنا حتى ما ننساها، اول شيء نرجع القصه مالتها، هي نرجع من النيكت ومن الانفلوب، كانها كلها انفلوب باستثناء بي سي ار اتش وهاي بي، اذا هو نيكت فيروس ما ضفنا شيء جديد. قلنا البوزيتيف ستراندد كلها ايكوسيدرال باستثناء الكورونا، هو ايكوسيدرال ما ضفنا شيء جديد. هو بوزيتيف ستراندد وهو باعتبار كول هنري بيكو اوكي، فبالتالي احنا ما ضفنا جديد، هاي احنا نعرفها بوزيتيف ستراندد اوكي. يبقى عاده باعتبار هو نيكت فيروسز، شوف هاي المعلومه واحنا حكينا عنها سابقا، باعتبار هو نيكت فيروسز ما عنده ليبيد بايلاير، بالتالي ما يكون الكحول والبقيه ما تكون افكتيف اجينست ات، واحنا اعتقد هذا حكينا هذا من المحاضره الاولى بالفيرولوجي تمام. نيجي على الفيروسز اوف ميديكال امبورتنس، وهنا اكو تشبيه كلش لطيف طبعا على هاي، هذا النيمونيك ما اعرف واضح اعتقد قدامكم، البي كورنا يجمعوها، البي يقصد بها الاول بوليو اوكي، البوليو اللي كلنا نعرفه يسوي لنا هذا الفلاسيد باراليسيس اوكي. الاي الثانيه الاي اوكي، يعني هو يكتب لك اياها هيك باعتبار بي
هاي صغيرة. اوكي، فبالتالي هاي البي كور يقصد البي بوليو، الاي انتيرو فيروس، الاي الثاني ايكو فيروس. اوكي، السي هذه والاو كوكساكي فيروس. طبعا الار ان اي يقصد بها الراينو فيروس، الراينو اللي هو الموست كومن كوز اوف كومن كولد، هاي الكولد اللي نشوفها احنا. اوكي، الراينو فيروس. واخيرا الاي يقصد بها الهيباتيتس اي فيروس. اوكي، هاي حتى ما ننسى، هاي البي كورنا هيك تقسمها حتى ما تنسى الفيروسز اللي تشملها. اوكي، نيجي على البي كورنا فيروسز. مثل ما قلنا هي بي كورنا نكتبها هيك وما ننساها. بي مثل ما قلنا بوليو، اي ايكو انتيرو. اوكي، ايكو فيروس وعندنا انتيرو فيروس. اوكي، السي كوكساكي، ار ان نقصد بها راينو، الاي نقصد به هيباتيتس اي فيروس. البيكونا فيروس عاده نقسمها احنا الى تو جروبس، الى اسيد ستيبل اللي هي ممكن عادي تدخل للجي اي تي وما يصير لها ديستركشن عادي، يعني تقدر تقاوم الجاستريك اسيديتي. وهاي تشمل عندنا البوليو فيروس، الكوكساكي فيروس، واكو شيء يسموه دي 68، طبعا هذا مو مهم وعوفه، وايكو فيروس. هاي كلها اريد تعرف عنها معلومتين، اول شيء انه هي اسيد ستيبل، هاي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه اللي اريد تعرفها انه الانتيرو فيروسز لهذا الجروب كله اللي قدامكم تعتبر الموست كومن كوز اوف اسبتيك مننجايتس. اسبتيك مننجايتس شنو نقصد بيها؟ انت بيشنت اجاك فيتشر فيفر مثلا، هيديك وياها نيكست ستيفنس، هاي الفيتشر مال المننجايتس. سويت له سي اس اف اناليسيس لشفت اورجانيزم، حتى الواي تي بي سي اوكي ممكن البيتد بس مو ذاك الانفيشن، بس ما شفت في اورجانيزم، هذا نقصد بها اسبتيك مننجايتس. تشوف السي اس اف اناليسيس، لان انت راح تسوي، راح تسوي جرام ستين وهاي التفاصيل ما تطلع لك شيء. اوكي، فبتحتاج طبعا بي سي ار يلا تقدر تكتشفها، بس بصوره عامه اسبتيك مننجايتس الموست كومن كوز اوف اسبتيك مننجايتس هي الجروب انتيرو فيروسز، وهي اسمها انتيرو فبالتالي هي اسيد ستيبل، تقدر تعيش بالجاستريك اسيديتي. اوكي، يبقى الاسيد لابايل اللي هو الراينو فيروس المشهور عندنا اللي يسوي لك الكومن كولد، وراح نحكي عنها كاورجانزم اورجانزم. اضافه لهاي عندنا الهيباتيتس اي فيروس، ان شاء الله هذا نحكي عنه واحد، ويا الهيباتيتس كجروب كله. تمام، نيجي نحكي على اورجانزم اورجانزم وش يسوي لنا ديزيزز. اوكي، اول شيء الانتيرو فيروس اللي قدامكم مثل ما قلنا هي تعتبر هذه الموست كومن كوز اوف اسبتيك مننجايتس. تمام، نيجي عن هالانتيرو فيروس نحكي عن اول اورجانزم هو بوليو فيروس. طبعا البوليو فيروس كلكم تعرفون انه الفيتشر مالته شنو هو، عاده يجيك البيشنت بفلاسيد باراليسيس، يعني يقول لك عنده ويكنس، وهو الفيتشر المهمه اللي تركز عليه بوليو فيروس انه هو عنده موتور مانيفستيشن، يجيك البيشنت باراليسيس بس شنو هو نو سنسري لوس، يعني البيشنت يجيك تقول لك مدى يقدر يمشي، اكو ويكنس، هاي كلها. ومن تجي تسوي تون تشوف اكو فلاسيديتي، هاي كلها موجوده، بس الفيتشر مالته تجي تسوي سنسري اكزامينيشن يكون كومبليتلي نورمال. اوكي، ما عنده فد سنسري مانيفستيشن، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه البوليو فيروس كلنا نعرفه مشهور انه ينتقل عن طريق عاده الفيكو اورال ترانسميشن. اوكي، ممكن كونتامينيتد فود، هاي التفاصيل ينتقل لك. اوكي، النقطه الثانيه وهاي راح نحكي بالبوليو فيروس، راح نحكي هوايه بالنيورولوجي ان شاء الله عنه، اكو شيء يسموه anterior horn cell. اوكي، طبعا anterior horn cell هي هاي اللي راح تفصل لك طبعا الليجن بالانتيرير هورن سيل، وبلو ات يعتبر هذا لور موتور نيورال ليجن. طبعا هاي بارت موجود بالسبانال كورد، وتفاصيلها انتم حاليا ان شاء الله نحكيها بالنيورولوجي، بس النقطه الانتيرير هورن سيل احنا نعتبرها الحد الفاصل بين ابر موتور نيورال ليجن اللي يجيك عاده البيشنت بسباستيك باراليسيس، واللور موتور نيورال ليجن اللي يجيك عاده البيشنت بفلاسيد باراليسيس. البوليو فيروس التارجت مالته الانتيرير هورن سيل. اوكي، هاي ما ننساها النقطه، راح نحكيها ان شاء الله بالسي ان اس، راح نشوفها بالمقطع مال سبانال كورد وين صار الانتيرير هورن سيل، وراح نحكي بتفاصيل اكثر عن البوليو هناك. بس اريد هنا تعرف ان البوليو فيروس ينتقل في كورال، التارجت مالته الانتيرير هورن سيل، يجيك البيشنت عاده فيفر اوف انون اوريجن، ممكن يجيك البيشنت بالبدايه، ممكن كانتيرو فيروس يجيك اسبتيك مننجايتس، بس النقطة الأساسية الفلاسيد باراليسيس اللي يجيك بها البيشنت،
without sensory manifestation. كلش مهم التركيز على هالمعلومة. أوكي طبعا هاي ممكن شنو لازم تحتاج ممكن سيرولوجي. ليش؟ لأن الفيروس عادة ممكن ما تشوفه، حتى إذا سويت بي سي آر أحيانا للسي إس إف ما تشوفه، هذا اسمه أسبتيك مننجيتس، وأحيانا تشوفه. أوكي بس الفكرة الأساسية إنه أنت تحتاج سيرولوجي تدور الأنتيبادي حتى تسوي دايجنوسيس. يبقى التريتمنت مالته شنو؟ طبعا ما عندك تريتمنت، هو عبارة عن سبورتيف. أكو شيء طبعا فاكسينيشن، إله تو تايب أوف فاكسين. أكو شيء شايفين هذا القطرات اللي ينطوا عادة هاي بالحملات اللي يشوفوهم هواية، هذا يسموه عادة عندنا نوعين، يا أما عندك ليفت فاكسين اللي يسميه سابين، وأكو شيء اسمه كلب هاي كي سوك، حتى ما ننسى كلب هو سوك. وراح نحكي إن شاء الله هذه بالإيميولوجي عن الفاكسين وتفاصيله. بس هسه البوليو أركز على كم معلومة. أعرف أول شيء بوليو فيروس ينتقل فيكو أورال، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية التارجت مالته anterior horn cell of spinal cord. أوكي هاي النقطة الثانية أعرفها. النقطة الثالثة يجيك البيشنت بفلاسيد باراليسيس without sensory manifestation. أوكي هاي ما ننسى هالمعلومة. والنقطة الأخيرة طبعاً إنه أكو vaccination، إلى سواء أكو كيلد وأكو الفاكسين، وإن شاء الله نحكيها تفاصيلها بالإيميولوجي. بس الكيلد حتى ما ننسى هو KK كيلد سوك. أوكي هذا هو البوليو فيروس. طبعاً إضافة لهاي أكو شيء يقول لك ممكن البيشنت عنده ورمسة عنده بوليو فيروس، يجيك بروجريسيف مسل أتروفي وفاتيج وهاي التفاصيل. طبعاً هذه إن شاء الله ليتر أون نحكي عنها بالنيورولوجي، مو موضوعنا. موضوعنا بس مجرد تعرف البوليو فيروس، المود اوف ترانسميشن، التارجت مالته، المانيفستيشن. بس يعني الاساس تعرف انه فلاسيد باراليسيس وذاوت سنسر مانيفستيشن، واخيرا تعرف انه عندنا فاكسين اليه. وطبعا البوليو فيروس اوكي كل اثنين نعرفه مسؤول عن فلاسيد باراليسيس، واللي نسميه بالعاميه شل الاطفال. بس نعرف انه هو ممكن يسوي لك اسبتيك مننجيتس كاي اورجانزم بالانتيرو فيروسز. هاي النقطه الاولى، وحكينا عن البوليو فيروس. روح على الجروب الثاني اللي هي الكوكساكي فيروس. والكوكساكي فيروس هي صراحة كلش مهمة. ليش؟ لأن تسوي لك هواي ديزيزز، وتعتبر one of most common cause of myocarditis. أوكي خصوصا كوكساكي بي. بس بصورة عامة دائما إذا يريد يسألك عادة يسألك عن myocarditis. أوكي ممكن يسألك عن أذر، بس بالتحديد هاي كلش يحبوها myocarditis. تمام نيجي الكوكساكي. أول شيء عندنا A و B. الكوكساكي A again هو مثل ما قلنا هي كلها انتيرو فيروسز. تشوف فيكو أورال فيكو أورال فيكو أورال فيكو أورال. أوكي هاي الكوكساكي فيروس كلها تنتقل، أو الانتيرو فيروسز كلها تنتقل فيكو أورال. ليش؟ لأن إحنا قلنا هي أصلاً هي acid stable، قلنا هي most common cause of aseptic meningitis. وقلنا aseptic meningitis شنو أقصد بها؟ أقصد إذا أسوي CSF analysis ما راح أشوف organism، هذا نقصد بي aseptic. يعني ماكو sepsis، ماكو شو اسمه خلينا نقول اورجانزم، فهذا نقول اسبتيك. مثلا انت دائما تشوفون هاي صارت العمليات، مثلا يقول لك سوينا عمليه عند اسبتيك تكنيك، يعني شنو لازم عمليه فتشي معقم وماكو اورجانزم، هذا نقصد بي اسبتيك. اوكي تمام. فبالتالي احنا نعرف الانتيرو فيروسز كلهم هي اسيد ستيبل، وبالتالي هي تنتقل فيكو اورال. حتى ما ننسى بعد ليش هي فيكو اورال ترانسميشن، لان هي اسيد ستيبل عادي تدخل عن طريق الجي اي تي، ما تتدمر بالجاستريك اسيدزي. اضافه لهي كلها سوينا اسبتيك مننجيتس. الكوكساكي فيروس مثل ما قلنا هو باعتبار انتيرو فيروس، فهو ينتقل عن طريق فيكو اورال ترانسميشن. اوكي يبقى شنو البرزنتيشن مالته؟ طبعا الباثوجينيسيس انت هذه هاي التفاصيل مالته ما تعنينا شيء، مو مهمه انه ديسيميشن تو اذر اورجان وهاي التفاصيل، هاي انت تمشي تعرف فيكو اورال وذاتس ات. المانيفستيشن مالته عندنا مالتيبل مانيفستيشن، واريد ركز عليها. اول شيء ممكن يسوي لنا ديزيز نسميه هان فوت اند ماوث ديزيز. ليش؟ هذا يجيك عباره عن يجيك البيشنت تراش بالهان بالفوت بالماوث، لهذا هو جمع لك اياها. حتى نشوف صوره لها، بدي اشوف هذه. هو طبعا ما راح يجيب لك هيك، ممكن شيء يعطيك كيس سيناريو انه بيشنت اجتك المذر مالته تقول لك دكتور عنده راش اراوند ذا ماوث مثلا وبالهاند. اوكي وان اكزامينيشن اكتشفت اكو ايضا بالفوت. اوكي مو شرط يجي يقول لك هو 100% تعال هو هذا هاند فوت ماوث ديزيز، لا بالكلينيكال سيناريو فانت لازم تخلي ببالك هذا الراش ديستريبيوشن بالماوث بالفوت بالهاند، هذا فيتشر مال كوكساكي اي فيروسز.
اوكي، وحتى ما تنسون الصوره اهم. شوف هذا البيبي، هاي تجمع لك هاي، هاي الماوث، هاي الهاند، هذه الفوت. طبعا هذا البيبي كل شيء ما بي يعني، اوكي، بس جاست هو شو اسمه، حتى تعرفون هاي الصوره ما تنسوها. تمام، هاند فوت ماوث ديزيز، هاي قدامكم الصوره ما تنسوها. هي مجمع لك كل اورجان هذا البارتس اللي ممكن تكون الفولد. فبالتالي هذا نقصد به بالهاند فوت ماوث ديزيز بالكوكساكي. إضافة لها ممكن يسمينا ديزيز نسميه هربانجينا. طبعا هذا ليش؟ لأنه هو لايك الهربس ليجن، نسميه هربانجينا. وعادة يجيك البيشنت ببين. هذا شلون تشوفه عادة؟ تيبيكال يجيك البيشنت بألسر سبيشالي بالروف أوف ذا ماوث. تشوف هذا؟ طبعا ممكن شوية تقولون هاي كأنه كانديدا، لا هذا عبارة عن ألسر. وطبعا لو تدورون صور راح تشوفون أكثر، أوكي؟ هذا عبارة عن راح يجيك بال roof of the mouth. يجيك البيشنت يقول لك عند multiple ulceration painful. عادة هو شلون angina هربانجينا، يقصد اكو بين وياه، اوكي، وهو الهربتيك لايك ليجن. تشوفون هذه multiple ulcer mainly بال roof of the mouth و painful، هذا نسميه هربانجينا، اوكي. إضافة إلى هاي كأن أي انتيروفيروس ممكن يسوي لنا aseptic meningitis، ممكن يسوي لنا pharyngitis. وإضافة إلى هاي كوكساكي أي فيروس هو ممكن يسوي لنا كمان كول، بس طبعا هو الموست كمان، مو نوت الموست كمان وان، أو الموست كمان هو الراينو فيروس، أوكي. يبقى أجين هو شلون نسوي له ايزوليشن؟ ممكن عن طريق الثروت كلتشر ستول أو سي إس إف أناليسيس. أحيانا نشوفه أحيانا ما نشوفه بالأسبتيك مانجاز، يعني ممكن نسوي بي سي آر أو سيرولوجي ممكن تشوفه، بس بالروتين سي إس إف أناليسيس راح يطلع لك نيجاتيف، أوكي. يبقى التريتمنت ماكو تريتمنت، هو جاست سبورتيف تريتمنت كأي فيروس، أوكي. الاي 16 هاي يقصد بها طبعا سترين مال اورجانزم يعني، بس هاي التفاصيل عفوا يعني ما طالبين عنها. شلون حكينا عن الهيومن بابلوما واكو سترين طبعا، بس هذه اي 16 او غيرها ما طالبين انت تعرف تفاصيلها وتحفظها، تمام؟ اوكي، ننتقل على الاورجانزم الداخل اللي يضم الكوكساكي، اوكي، اللي هو كوكساكي بي، اوكي. اجين هو انتيرو فيروسز، فبالتالي هو في كورال ترانسميشن، اسيد ستيبل، هو انتيرو فيروسز، فهو بالتالي ممكن يسوي لي اسيبتيك مننجايتس، اوكي. اضافه الى هذا، اهم شيء اهم شيء تعرف يسوي لك مايوكاردايتس. طبعا المايوكاردايتس شلون تجيك كبرزنتيشن؟ عاده يجيك البيشنت تشيست بين، اوكي. واضافه الى هذا طبعا اذا تسوي له اي سي جي راح تشوف طبعا نان سبيسيفيك تشينجز، ممكن تشوف اريثميا، تشوف هارت بلوك، نان سبيسيفيك تشينجز. عاده ما تقدر تقول تحلف على اي سي جي هاي مايوكاردايتس من جاست اي سي جي، بس شوف ناس سبيسيفيك تشينجز، اس تي تشينج، تي تشينج، وعندك هارت بلوك ممكن نشوف، اوكي. بس الفيتشر عاده تكون انه يكون وياه بين، ويعطيك فيتشر انه عندك كان عنده مثلا فلو لايك النس وهاي التفاصيل، فبالتالي تعرف انه هاي موستلي توصل انه هاي مايوكاردايتس، اوكي. ضروري كلش تعرف انه الكوكساكي بي يعتبر ون اوف ذا موست كومن كوز اوف مايوكاردايتس، تمام. اضافه الى هاي اكو ديزيز نسميه بون هوم ديزيز. هذا شنو البون هوم ديزيز؟ هذا يجيك البيشنت بتشيست عند ابدومينال بين. واضافه الى هاي تندرنس، من تيجي مثلا يقول لك عندي ابدومينال بين، عندي تشيست بين، اوكي، ومنسوي له اكزامينشن نشوف اكو تندرنس بالابدومن واكو تندرنس بالتشيست. عاده هذا حتى يسموه دبل زجرب، اوكي. هذا عادة يكون سيلف ليميتنج، جاست تنطي ممكن بين كيلر وذن 1 ويك ممكن يصير له سبسايد ومبروف البيشنت، اوكي. بس شلون افرق عن المايكاردايتس؟ عادة هذا لان او ويا تندرنس واضافه لها هي بيفد ابدومينال مانيفستيشن، عنده ابدومينال بين اضافه الى هذا، اوكي. يعني بصوره عامه راح يجيك البيشنت بين اند تندرنس بالترانك بالتشيست وبالابدومن. هذا نقصد به البورن هوم ديزيز، اوكي. طبعا صارت هواي معلومات، فبالتالي حتى نرجع نلخصها ببالنا بخصوص الانتيرو فيروسز. حكينا عن البوليوغ انه هو في كورال ترانسميشن، تارجت مالته انتيريال هون سيل. اركز انه يجيني فلاسيد باراليسيس، بس شنو؟ ذير از نو سنسري مانيفستيشن، اوكي. حكينا عن الكوكساكي اي وقلنا نركز ممكن يسوي لنا هاند فوت اند ماوث راش، ممكن يسوي لنا هربنجينا، ممكن يسوي لنا اسبتيك مننجايتس كاي انتيرو فيروسز. بالنسبة للكوكساكي بي فيروس قلنا again في كورال ترانسميشن، ممكن يصير لنا اسبتيك مننجايتس، بس ركز عند مايوكاردايتس وعندنا بورن هوم ديزيز. فبالتالي اذا تفكر كوكساكي بي
بفكر دائما بين بالتشيست اوكي حتى اعرف اصاب بورهام ديزيز وماركاردات اسمع هسه الكوكساكي اي افكر براش راش اقصد بيها هاند فوت ماوث ديزيز وهذا الالسر الموجود بالماوث اللي سميناه هربنجاينا فدل هسه كوكساكي اي اقدر اكتب قلنا راش اكتب سكن مانيفستيشن مو مشكله اقصد بيها الراش والالسر اوكي والكوكساكي بي اكتب تشيست بين حتى اعرف مايكارديتس واعرف البورنهام ديزيز اوكي طبعا اكو شيء اورجانزم صراحه هذا مو مهم ولا تقروا ولا حتى يعتبروه مو موجود يسموه دي 68 طبعا هذا ماكو عليه اي سؤال باي بنك اسئله اوكي بس هو ممكن يسوي لك نيورولوجيكال مانيفستيشن ريسبيرتوري مانيفستيشن بس هذا ما تنسى عنه ولا موجود اوكي نروح على الاورجانزم الاخر اللي هو الايكو فايروسز طبعا الايكو فايروسز ممكن يسوي لك اجين هو باعتبار انتيرو فايروس ممكن يسوي لك فيكورال ترانسميشن ويسوي لك لان ليش لان اسيد ستيبل اضافه لهاي يسوي لنا اسيبتيك مانجاكس احيانا ممكن يسوي لك راش اوكي فبالتالي اجين التريتمنت ان سبيسيفيك فبالتالي حتى الخص الموضوع كله واعرفها اعرف الانتيرو فايروسز هي كلها اسيد ستيبل فبالتالي تنتقل فيكورال ترانسميشن كلها تسوي لي ممكن اسيبتيك مانجايتس وهذا الجروب كلها نعتبره الموست كومن كوز اوف اسيبتيك مانجايتس يبقى البوليو يسوي لنا فلاسيد باراليسيس كوكساكي اي اتذكر راش راح يسوي لي هاند فوت اد ماوث ديزيز وهذا شفنا الشيب مالته اوكي وممكن يسوي لي هربنجاينا وشفنا عباره عن مالتيبل السريشن بالروف اوف ذا ماوث وتكون بينفول اوكي والإيكو فيروس أجين هو ممكن يسوي لك كراش وممكن يسوي لك هم أسيبتيك مانجاكس هاي بالنسبة للإنتيرو فيروسز اللي هي الأسيد ستيبل روح على الأورجانزم الآخر اللي هو الأسيد لابايل من ضمن جروب البيكورنا فيروسز البيكورنا اللي قلنا هي نيكد فيروسز بالتالي الكحول not effective against it okay. اللي هي الراينو فيروس الراينو فيروس باعتبار هو أسيد لابايل فبالتالي عادة ما ينتقل في كورال راح ينتقل بالرسباراتري ترانسميشن اوكي هاي النقطة الأولى النقطة الثانية ليش الرسبارات لأن هو أسيد لابايل ممكن بالغاستيك أسيدتي يصير له ديستركشن النقطة الثانية والمهمة وهذا كلش ضروري تعرفون هو الموست كمان كوز أوف كمان كولد هاي إحنا اللي كنا نشوفها كمان كولد اللي يشوفوا البيشنت عبارة عن راينوريا وعنده فاتيك ولو جريد فيفر هاي كلها كمان كولد الراينو فيروس هو الموست كمان كولد سبيشال شو وقت بالسمر عاد نشوف البيشنت بالصيف يجيك البيشنت بهذا الراينو فيروس زين واضحه لحد الان واخيرا عندنا الهيباتايتس اي طبعا الهيباتايتس اي راح احكي تفاصيله ان شاء الله بمحاضره الهيباتايتس راح احكي عن الاي والبي والسي والدي والاي ككومباريسن كلها بيناتهم قارن اوكي الكوكساكي بي فيروس شلون يجي عاد يجيك مثلا اذا يريد يجيب لك على مايوكاردايتس راح يجيك البيشنت يجيك بتشيست بين ويقول لك اي سي جي اكو اي سي جي تشينجز نان سبيسيفيك مثلا اس تي تشينج تي ويف تشينج ممكن هارت بلوك اضافه الى هاي ممكن وهاي ان شاء الله راح نحكي عنها المايوكاردايتس بالكارديولوجي بالباثولوجي ممكن اشوفك بايوبسي اوكي اشوف اكو فد شو اسمه لوكوسايت انفلتريشن بالمايوكارديوم بس ان شاء الله راح نحكي عن المايوكارديتس نحكي عنه بتفاصيله بالكارديولوجي بالنسبه للبورنهام ديزيز لا يجيك البيشنت عنده هيستوري اوف فلو لايك انس كي اي فيروسز وياها قال لك عنده تشيست وابدونال بين وبال ايش اسمه بالبيشن دي سي عنده تندرنس فهذا يسموه بورنهام ديزيز التريتمنت هي سبورتيف ممكن تعطي بين كيلر هو عاده يكون سيلف ليميتنج سيلا سبسايد يعني الون ما يحتاج فد سبيسيفيك تريتمنت بس عن البين تنطي اوكي واضح دكتور اوكي فبالتالي حتى نرجع حتى ما اريد ندخل نرجع النوب للصفحه اللي حكينا عنها اول شيء حكينا عن الكاليسي فيروس وقلنا هو نوروك ونورولايك فيروس وقلنا دائما نركز غاسترونترايتس بالكروز شيب اوكي هاي ما انساها الهيبي فيروس كهيباتيتس اي نحكي ان شاء الله ويا الهيباتيتس البيكورنا فيروسز اوكي هو بوزيتيف ستراندد لينير نو بوليمريز نيكد حكينا عن هذا ايكوسيدال نعرف هذا الشيء بالسيتولازم ريبليكيشن نعرف هذا الشيء بوليو فيروس الجروب عندنا البوليو سوينا اهم شيء اعرف فلاسيد باراليسز اوكي ما عنده سنسري مانيفستيشن الايكو كي انتيرو فيروس ممكن يسوي لي اسيبتيك مننجاتس
الانتيرو فيروسز كجروب كلها مثل ما قلنا هو اسيد ستيبل وسوينا اسيبتيك مننجايتس. الراينو فيروس هو الموست كومن كوز اوف كومن كولد او الكولد اللي نشوفه. الكوكساكي فيروس مثل ما قلنا عندنا اي عندنا بي. الاي قلنا راش فيسوي لك ممكن هاند فوتس ماوث ديزيز ويسوي لنا هربنجاينا اللي هي راح يجينا بالسر بالماوث. البي يسوي لنا مايوكارديتس ممكن اسيبتيك مننجايتس ممكن بورن هوم ديزيز اوكي. والهيباتيتس اي ان شاء الله نحكي والهيباتيتس اوكي. واضح لحد الان اطباء بالنسبه هاي الثري جروبز لحد الان. هسه خلصنا كل هاي باعتبار النيكد 1 راح نحكي البقيه كلها انفلوبد اوكي. الكل اوكي اطباء حتى نكمل ان شاء الله اذا واضحه اوكي. اكو دكتور يسال شنو الفرق بين الكولد والفلو هي نفس الشيء؟ لا صراحة احنا عندنا هذا مسنومر. احنا العامية الكل يسمون الكولد هو نفسه الفلو، بس بصورة عامة الكولد تكون عادة المانيفستيشن مالتها تكون خلينا نقول اسهل من الفلو. الكولد يجيك البيشنت مينلي راينوريا اوكي. اميزها شلون؟ الفيفر عادة بالكولد تكون ابسنت اور لو جريد وعادة ماكو فيفر. الفلو عادة البيشنت لا عنده فيفر اوكي. الكولد عادة البيشنت يجيك mainly يشتكي من الراينوريا. الفلو لا البيشنت عادة ممكن يجيك فاتيج وجنرالايزد بادي ويكنس اوكي. هاي يعني تقريبا على قولتهم العامية من يقول لك عندي فلونزا بالعظام يعني هو بصورة عامة ماكو شيء، بس من يقصدون انه سيفير تايبنس وفاتيج هاي عادة يقصدون الفلو. الكولد تكون عادة مايلد سيمتوم اوكي. والكولد المسؤول عنها الراينو فيروس، الفلو عادة المسؤول عنها الانفلونزا اوكي فيروس اوكي. واضحة الفكرة؟ فبالتالي هي الكولد هي خلينا نقول اهم شيء تركز. الفيفر تكون عادة لو جريد اور ابسنت والمانيفستيشن مالته ما عنده كفة. عادة ابو الكولد يجيك مينلي عند هذا الراني نوز الراينوريا، بينما ابو شو اسمه الفلو يجيك ممكن فيفر ويجي عنده كف وممكن عنده جنرالايزد بادي فاتيك اور ويكنس اوكي. اي بس مو هو الفيروس ليش يقصدون هذا الشيء؟ لان هو الفيروس عاده موجود بهذه الاوقات اوكي. مثلا حسب ماكو فيروس بي مثلا هسه احنا الكومن كولد اللي هو الراينو فيروس عاده يصير بالسمر اكثر شيء اوكي. ممكن حتى بالشتاء يصير عادي يعني اوكي. بس قضيه هاي لان هي هاي الفيروس تكون بهاي الفتره تمام. زين تحبون ناخذ بريك لو نكمل اطباء؟ اوكي الغالبين نكمل. فبالتالي احنا راح نكمل هسه بس نكمل الفلافي فاليدي وناخذ اولا صراحه خلينا ناخذ بريك 10 دقائق لان اعتقد اليوم متاخر حتى ناخذ 2 بريكس اوكي. هسه راح ناخذ بريك لي و10 ان شاء الله، والبريك الثاني يكون من 11 ل 11 و10 تمام.